السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بمتتبعي الكرام، وأرجو أن تكون هذه الحصة مفيدة وممتعة للجميع. حصتنا اليوم خاصة بالمستوى الأول، اللغة العربية، الوحدة الثالثة، الهندام والنظافة، الأسبوع الثالث، مادة القراءة. موضوع مادة قراءتنا لليوم حرف الذال، حرف الذال أو الصوت الذ مع الحركات القصيرة ومع الحصة الأولى. على بركة الله نبدأ جميعا فقرة درسنا لليوم دائما بالكلمات البصرية. الكلمات البصرية لليوم، وطبعا أعزائي عليكم أن تقوموا بترديد الكلمات من بعدي، وإن احتجتم أوقفوا الفيديو إلى أن تقوموا بإعادتها ثم تتابعوا. إذن الكلمات البصرية هي: الجمعة، السبت، دجنبر، ما هذا، ماذا، زيت، جذب. أعزائي الكرام، نمر الآن إلى الفقرة الموالية والخاصة بوضعية الانطلاق. وضعية الانطلاق هي عبارة عن مجموع كلمات سوف تستمعون إليها أعزائي الصغار، ثم بعد ذلك تكتشفون ما الصوت المشترك في بين هذه الكلمات. إذا الكلمات هي كالتالي، طبعا إذا احتجتم إلى إعادة استماع الكلمة أوقفوا الفيديو وأعيدها ثم بعد ذلك واصلوا. ذرة، ذكر، باذنجان، حذاء، ذبابة، قنفذ، تلميذ، مذياع. إذن أرجو أن تكونوا قد استمعتم جيدا إلى كل الكلمات، وأرجو أيضا أن تكونوا قد اكتشفتم الصوت المشترك. إذا ما هو الصوت المشترك بين هذه الكلمات؟ رائع، إنه الصوت ذ. جيد، إذا الآن نمر إلى إنشاد نشيد الحرف ذال أو الصوت ذ. إذا النشيد أعزائي الكرام هو على الشكل التالي: أنا الذال، أنا الذال، في الذرة لذيذ أدور، مع الذئب أعدو، وفي الذباب أستدير. أعيد، وطبعا تعيدون دائما معي أعزائي الكرام، وإن احتجتم دائما أوقفوا الفيديو. أنا الذال، أنا الذال، في الذرة لذيذ أدور، مع الذئب أعدو، وفي الذباب أستدير. رائع أعزائي الصغار، نمر الآن إلى فقرات الوعي الصوتي. نبدأها مع فقرة العزل. إذا تستمعون إلى مجموعة من الكلمات أعزائي المشاهدين، بعد ذلك تكتشفون ما هو الحرف المشترك بين أول كل هذه الكلمات، يعني في بداية كل هذه الكلمات ما الصوت أو الحرف المشترك بينها. ذيل، ذراع، ذرة. أعيدها: ذيل، ذراع، ذرة. إذن ما هو الصوت الأول في كل الكلمات؟ رائع، إنه الذال. جيد جدا، نتابع الآن مع فقرة التفيء. إذن أعزائي الصغار، الآن تستمعون إلى الكلمات التالية، ترفعون أيديكم عند سماع كلمات تحتوي الذال. واضح؟ إذن أبدأ بذكر الكلمات، وعندما تسمعون كلمة فيها الذال ترفعون يدكم أو أيديكم. ذكر، نعم فيها الذال، ذي. لذيذ، جيد، كذلك نرفع اليد هنا. برتقالة، نعم، إذن هذه الكلمة ليس فيها الصوت ذ. خوذة، رائع، كذلك فيها الذ، إذن
ذا نرفع اليد. ديكن. رائع. إذا هذه الكلمة لن نرفع فيها اليد لأن فيها الدال وليس الذال. واضح. حذاء. جيد كذلك، نرفع اليد. براد. جميل. إذا هذه الكلمة لن نرفع فيها اليد لأنها تحتوي على الدال وليس الذال. جذب. رائع، فيها الذ. جذب، طبعا المغناطيس فهو فيه جاذبية تجذب المسمار. ذرة. نرفع يدنا. نعم جيد. ثم آخر كلمة عندنا هي بيضة. إذا أعزائي الكرام لن نرفع اليد هنا لأنه لا توجد حرف الذال. جيد جدا. إذا نواصل دائما مع الوعي الصوتي. الآن سنقوم بتحديد موقع حرف الذال في كل كلمة. إذا في كل كلمة سنحاول تحديد موقع حرف الذال، يعني هل هو في الوسط أو في البداية أم في النهاية. أول كلمة هي حذاء. ما موقع حرف الذال في هذه الكلمة؟ رائع، في الوسط. جيد. الكلمة الموالية رذاذ. ما موقع حرف الذال هنا؟ جيد جدا، في الوسط وفي النهاية. جيد. الكلمة الموالية ذهب. ما موقع حرف الذال في هذه الكلمة؟ في البداية. رائع. مذرات. رائع، الذال في الوسط. ذكي. جيد كذلك، الذال في البداية. ثم آخر كلمة عندنا ملاذ. إذن موقع الذال هو النهاية. جيد جدا أيها الرائعون، نواصل. إذن دائما قلنا هذه فقرة من فقرات الوعي الصوتي. نتابع دائما مع الوعي الصوتي، هذه المرة مع فقرة الدمج. عليكم أعزائي الكرام أن تقوموا بدمج المقاطع في كل مرة للحصول على كلمات. إذن أول مجموعة كلمات أو مجموعة مقاطع هي ذو با بن. ما هي الكلمة التي سنحصل عليها بعد الدمج؟ إذن سنحصل أعزائي الصغار على ماذا؟ ذباب. رائع. نتابع الكلمة الموالية أو المقاطع الموالية لا ذي ذن. إذن سنحصل على ماذا؟ لذيذ. جيد. نعم. نتابع با ذن جا نن. إذن سنحصل على ماذا أعزائي الصغار؟ سنحصل على باذنجان. رائع جدا يا صغاري الكرام، نواصل الآن مع دائما فقرات درسنا، هذه المرة مع التطابق الصوتي الخطي. أول فقرة من هذه المرحلة ستبدأ بتعرف أشكال الحرف. إذن حيث يجب أن نأتي بكلمات فيها الذال في البداية مثل ذيل. رائع. ثم ذرة. جميل جدا. الآن في الوسط مثل ماذا. جيد. ثم بذور. جميل جدا أيضا. نتابع. الآن نصل إلى الذال في الأخير ذ. لذيذ. جيد. إذن لذيذ، انظروا إلى الذال في الأخير كيف تكون. ثم رذاذ. جيد جدا أيضا. إذن كما ترون أعزائي الصغار فيتخذ الذال شكلين، يعني الشكل الأول عندما يكون الحرف الذي وراءه ليس يعني ليس ملتصقا به مثل بذور، تلاحظون بأن الذال هنا وحتى في الأخير يعني
فهي ملتصقة مع الحروف التي قبلها، وبالتالي فنحن نضع لها هذا الجزء، في حين أنها إذا كانت بعد حرف مثل الألف والراء والزاي والواو والدال وكذلك الذال وغيرها، فهي تكون بهذا الشكل بدون ذلك الجزء في أو ذلك الذيل الصغير وراءها. نتابع مع دائما فقرات التطابق الصوتي الخطي. الآن نصل إلى رسم حرف الذال، إذن سوف نرى كيف نقوم برسم حرف الذال. إذن أول شيء نقوم به لكي نرسم حرف الذال، إذن نرسمه هكذا، ثم بعد ذلك نضع النقطة. نعم، إذن الآن نصل إلى مرحلة التجزيء المقطعي. إذن مرحلة التجزيء المقطعي دائما مطلوب منا أن نقوم بتجزيء الكلمات إلى مقاطع صوتية وندرجها في الجدول التالي. إذن أعزائي الصغار، عليكم أن تأخذوا ألواحكم أو تأخذون ورقة تقومون فيها بتجزيء الكلمات التي سوف أذكرها هنا في هذا الجدول. الكلمة الأولى هي ذرف، إذن هذه الكلمة أعزائي الصغار تقومون بتقطيعها وتجزيئها وتجزئها في ورقتكم أو لوحتكم. إذن توقفون الفيديو في هذه اللحظة، وبعدما تجيبون تواصلون مشاهدة الفيديو لكي تتأكدوا من إجابتكم. إذن تفعلون هذا في كل مرة إلى أن ينتهي التمرين. رائع. إذن عندنا ذرف، إذن تقطيعه هو جيد، إذن ذرف جيد، والتجزيء المقطعي كذلك نفس الشيء، ذرف جيد، والمقطع المتضمن للذال هو أو للذ الصوت ذ هو ذ، جيد جدا. نتابع الكلمة الثانية ذباب، إذن كذلك كما قلنا في هذه اللحظة توقفون الفيديو إلى أن تنهوا العمل ثم تواصلون. جيد، إذن التقطيع هو ذباب، رائع، التجزيء المقطعي ذباب، رائع جدا كذلك. ثم المقطع المتضمن للذ هو ذو، جيد جدا. نتابع مع آخر كلمة لدينا هي هذه، دائما توقفون الفيديو عندما تنهون تواصلون. رائع، إذا التقطيع هو ها ذي هي، والتجزيء المقطعي ها ذي هي. إذا طبعا التجزيء المقطعي دائما نضع خطا هكذا مائل. ثم المقطع المتضمن لذ هو ذي، جيد جدا. إذا نأخذ الآن هذه المقاطع المتضمنة للصوت الذ ونقوم بدورها أو نقوم بتجزيئها بدورها أيضا في هذا التمرين. إذا نقوم بالتقطيع، إذا نقوم بتقطيع المقاطع التي توصلنا إليها إلى وندرجها في الجدول الثالث أو التالي. المقاطع طبعا هي مقطع الأول ذا، إذا من ماذا يتكون هذا المقطع؟ يتكون من الذال زائد الفتحة. رائع، إذن يتكون من الصوت الذ زائد فتحة. ثم ذو يتكون من الصوت الذ مع الضمة. رائع، ثم ذي يتكون من الصوت الذ زائد الكسرة. جيد جدا، نتابع أعزائي الكرام. والآن نصل إلى مرحلة الطلاقة، حيث نكتب حصيلة المقاطع التي توصلنا إليها. إذن المقاطع التي توصلنا إليها هي ذا، إذن تشاهدون الصورة تحت ذا، يجب أن يكون فمكم بهذا أو شفاهكم بهذا الشكل. ثم ذي كذلك نفس الشيء، دائما انظروا إلى الصورة إذا واجهتم صعوبة في تنفيذ يعني القراءة. ذو، جميل. نتابع ذي ذو ذا، إذا طبعا تشاهدون في المرحلة الأولى كتبنا الذال الذي يكون في البداية أو في الوسط كذلك أو قد يكون في النهاية، وهذا أيضا في الأسفل الذي نجده في الوسط أو في النهاية.
نواصل. إذن طبعا أصدقائي يمكنكم أن توقفوا الفيديو هنا لتعيدوا قراءة المقاطع. نتابع الآن، نصل إلى مرحلة التطبيق، تطبيق كل ما تناولناه في السابق لكي ننجز التالي. إذن الأول شيء سنفعله هو الحرف المتحرك. إذن سوف تقومون أعزائي الصغار بقراءة الحرف في كل مرة. إذن هنا نقرأ فيصبح عندنا ذو، نعم الذال مع الضمة، ثم ذي، رائع، ثم ذا، جيد جدا، ذو، ذي، ذا، رائع. نواصل دائما مع مراحل التطبيق. الآن تضعون المقاطع التالية ضمن كلمات. إذن المقطع الأول هو ذو، حاولوا أن تضعوا هذه أو هذا المقطع ضمن كلمات، رائع. إذن مثل ماذا؟ ذكور، رائع. ثم يلوذ، جيد. ذيول، رائع جدا. المقطع التالي الذي سوف تقومون بوضعه ضمن كلمات هو ذا، حاولوا أيضا أن تضعوه ضمن كلمات كما فعلتم بالمقطع الأول. إذن دائما أوقف الفيديو إلى أن تنجزوا النشاط. نعم، إذن مثل تذوق، تذوق، وذبذبات، نعم، وكذلك مذكرة، رائع. نتابع دائما. الآن نصل إلى المقطع الثالث، مثل ذي، طبعا دائما أوقفوا الفيديو إلى أن تنجزوا النشاط، أوقفوه إلى أن تكتبوا الكلمات المتضمنة ذي ثم شغلوا الفيديو من جديد. إذن ذي مثل ذئاب، جيد، وكذلك مؤذن، رائع، وكذلك ذكر، رائع. إذن أعزائي الأطفال نمر الآن إلى مرحلة قراءة اللوحة القرائية، حيث سنقرأ فيها كل المقاطع والكلمات وكذلك بعض الجمل المتضمنة للصوت ذ. إذن اللوحة القرائية تتضمن ذا، طبعا تقرؤون معي أصدقائي، ويمكنكم أيضا توقيف الفيديو إلى أن تعيدوا قراءتها. ذا، ذي، ذو، ذي، ذو، ذا، ذباب، ذبل، هذه، هذا، ذنب، ووبي، رائع أصدقائي. يمكنكم طبعا إعادة قراءتها بتوقيف الفيديو ثم بعد ذلك تواصلون. دائما أعزائي الأطفال نواصل مع التطبيق، والآن نصل إلى فقرة التطبيق على الألواح، حيث تأخذون ألواحكم وتكتبون المقاطع والكلمات التالية. أول مقطع هو ذي، ذي، نعم. إذن الآن ذي يكتب على هذا الشكل، ذي، نعم. نتابع المقطع الموالي، ذا، ذا، نعم. الآن ذا يكتب على هذا الشكل، جيد. المقطع الذي بعده، ذو، ذو، نعم، جيد. إذن هكذا يكتب ذو. الآن نمر إلى كتابة الكلمات. الكلمة الأولى هي كالتالي، مئذنة، مئذنة، هل أنهيتموها؟ نعم. إذن مئذنة تكتب على هذا الشكل، مئذنة. الكلمة الموالية،
ذئاب ذئاب. نعم، إذن ذئاب تكتب كالتالي ذئاب. ثم آخر كلمة معنا هي يلوذ يلوذ. نعم يلوذ، إذن تكتب بهذا الشكل. وهكذا نكون قد أنهينا هذه الفقرة. إذن نمر الآن إلى آخر فقرة عندنا وهي النشاط المنزلي. النشاط المنزلي اليوم هو على الشكل التالي: ابحثوا عن كلمات تتضمن مقاطع حرف الذال مقرونا بالحركات القصيرة. إذن تبحثون عن كلمات فيها حرف الذال مع الحركات القصيرة. وهكذا نكون مشاهدينا الكرام قد أنهينا فقرات درس اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم جميعا من الدرس وأن تعيدوا مشاهدته لو احتجتم. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.